نحن الآن داخل قرية سكيك في ريف إدلب الجنوبي، تم تحريرها من قبل أبطال جيش الفتح بعد أول محاولة لهم في اقتحامها. والآن معنا أمير أبو الخير، أمير عسكري من الأجناد، يحدثنا عن كيفية اقتحام قرية سكيك وكيفية السيطرة عليها وماذا بعد سكيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، مبارحيات بإذن الله. هيك الحمد لله الله فتح علينا قرية سكيك عند قرابة العصر تقريبا. شفتوا المنطقة شلون كانت هون، يعني جاي منخفض جوي وأرض سكيك ما بتساعد الخالص للعمل. يعني الحمد لله رب العالمين، الله أكرمنا، يعني بعد 5 أيام هيك نحاول، وهي الحمد لله مبارح الله فتح علينا. ومع ذلك ترى صار أمطار مبارح، وانتوا شفتوا يعني شلون المطر اللي صار هوني. ومع ذلك كان الأخوة الهمتون عالي بالحمد لله رب العالمين. والله الأخوة شلحوا البواط وفاتوا حفيانين بالحمد لله رب العالمين، وأصروا أن يفوتوا قرية سكيك، والحمد لله الله فتح علينا بدون ولا طلقة. والخنازير والله من التكبير هرب، من التكبير يهربوا، والله من التكبير يهربوا قدامنا مثل الجرزان الحمد لله رب العالمين. وبإذن الله هلقين الأخوة مرابطين جنوب سكيك باهية الحمد لله، الله فتح علينا قرية سكيك والمداجن غرب سكيك. وهلا قيني الاخوه مراطين جنوب قريه سكيك على التل وعلى عطشان باذن الله، باذن الله ماضين لحمه باذن الله. يعني ان شاء الله في تجهيزات للمعركه ان شاء الله الى التل سكيك وعطشان وما بعد عطشان ان شاء الله قريبا جدا، ان شاء الله قريبا جدا ان شاء الله، كله تيسير من رب العالمين، بس الجو هيك يساعدنا ان شاء الله باذن الله تعالى. طبعا هذا التنسيق مع غرفه العمليات جيش طبعا الفتح. طبعا طبعا يعني تنسيق مع غرفه عمليات جيش فتح، ولكن ترى ما شافوا الا البسيط، ما شافوا إلا البسيط. يعني أخوي هون أخوي يعني قليل اللي اشتغلت هذا العمل، هيك جهودا منا الحمد لله، لأنه الجو ما كان يساعد، وأخوي ما كان في تنسيق إنه أخوي وقفوا العمل، وأخوي لا، نحن الحمد لله رب العالمين كانت الأخوي همتهم عالية يعني، وفاتوها بالتكبير والله الحمد رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، إياك أخوي الله. الله أكبر. إن شاء الله أدت تتعب له بتعب. طلعت بعد صلاة ساعتين ترى إيش التبديل تعطيهم؟ أكيد. يا أخواتي هون شر الأرقام هون. إيه كلهم. أكيد. يقولوا ما تبعيني. جرب بالكون هون صار هاي كم مليانة من هاي. جرب بالكون. جرنا كان هاي كلها من لغنا. هاي كلها غنا. فجرنا نرمي هوني. جينا البنك هاي كمان كانت لغمية هاي هنيك هنيك الجيش موجود هون لا هيك ما في هاي بقى لا هذيك الضيعة عطشة هاي هون قرن هاي ما فيها كلها هاي مبارح كان في لغم هوني لغمون الجيش فجر هذا الله أكبر اقتحام المصيرية الله أكبر عزة لله سكيك